في ماريوبل حصن أزوفستال، هذا المصنع الذي بات رمزاً لصمود الأوكران في وجه الروس، بنته موسكو وحصنته في أيام الاتحاد السوفيتي، ولكن حتى الآن هو حصن منيع بوجهها. تحاول روسيا تسجيل نصر باقتحام المصنع، بالمقابل تسعى كييف لأن تبقي على أزوفستال خارج حسابات الروس. وأمام هذه المعطيات يشهد المصنع أعنف المعارك، واليوم فقد الاتصال بالرجال المحصنين بالداخل. يقول عمدة ماريوبل المدفعية الثقيلة والدبابات والطيران تشارك في هذا الهجوم الروسي. ليعود يوم 9 مايو مجددا إلى الواجهة، القوات الروسية تستعد للقيام باستعراض عسكري في ميناء ماريوبل في هذا اليوم. جهاز الاستخبارات العسكري الأوكراني يكشف أن نائب مدير الإدارة الرئاسية الروسية سيرغي كيرينكو وصل إلى مدينة ماريوبل الساحلية جنوب شرق البلاد للإعداد لهذا العرض. المهمة الرئيسية لمسؤول بوتين هي التحضير لمراسم 9 مايو. الطرق الرئيسية في ماريوبل نظفت على وجه السرعة، كما تمت إزالة الركام والجثث والذخيرة التي لم تنفجر. الاستخبارات الأوكرانية كشفت خطة 9 أيار. الروس سيشاهدون تقارير عن فرح سكان ماريوبول برؤية الروسي في مدينة.